سهلا، اهلا وسهلا. طب طمنونا على اسوان، ايه الاخبار بقى السنه الجايه، اخبارها ايه؟ الحمد لله. يمكن انا جيت ومجلس اداره جديد من شهر 12 اللي فات، وفهمنا يمكن ان احنا كنا نصعد بالفرقه، والحمد لله يمكن صعدنا قبل نهايه الدوري الممتاز به بشهر، فده ادانا فرصه في ان نفكر ايه اللي عايزينه لاسوان في الموسم الجديد. عندنا تفكير في الموسم الجديد ان اسوان ما تذهبش وتكون ضيف شرف في الدوري الممتاز، لا، اسوان ان شاء الله تظل اطول فتره ممكنه في الدوري الممتاز. ده ليه متطلبات كثيره جدا خلانا نفكر خارج الصندوق. جبنا الكابتن هيثم عرابي بما له من خبره في التسويق الرياضي كمدير رياضي لنادي اسوان الرياضي. طيب. وفكرنا بعد كده في الكابتن في مصر كلها، الكابتن ربيع ياسين كمدير فني، ولانه هو يمكن كانت لنا متطلبات في المدير الفني اولها انه يقبل ان يكون الجهاز الفني والطبي والاداري اللي موجود في اسوان اللي صعد بالفرقه يبقى معاه موجود. فالكابتن ربيع للامانه رحب بذلك تماما، وكان يهمنا ان ابنائنا ابناء النادي عشان يبقوا موجودين ويكتسبوا اكبر خبره من الكابتن ربيع، فالحمد لله وفقنا في ذلك جميعا يعني. طيب بالنسبه لصفقه ايفونا، يعني هل صفقته كانت ماديا كانت كبيره ولا الامور ماشيه ازاي؟ والله لسه كابتن احنا بعد اذن سعادتك، يعني حد بيقول لي انتوا اعلنتوا ان انتوا تعاقدتوا، قلت له اللي اعلن انا تعاقدنا لا اما المركز الاعلامي بتاع النادي لا اما رئيس النادي بصفه المتحدث الرسمي باسم النادي. تمام. حتى الان لم يتم التعاقد، لانه انت سعادتك تعلم اكثر مني انه ما فيش تعاقد ما يتم الا بعد الصلاحيه الطبيه. لسه في كشف طبي يعني. من صلاحيته من الناحيه الطبيه ومن بعد كده احنا ايوه خدنا كف راي الكابتن ربيع، والراجل مرحب بوجوده في حاله صلاحيته الايه؟ الطبيه يعني. لكن الاتفاقات الماديه موجوده سياده المستشار. نعم. الاتفاقات موجوده ماديه، الاتفاقات الماديه موجوده مع اللاعب اكيد. لا حتى الان لا انا عن نفسي لم افتح معاه ولا مع الكابتن هيثم عرابي اتفاقات ماديه ولا حصل حتى الكلام ده. احنا لسه النهارده كل اللي حصل هو جه، لان احنا كنا عايزين نستغل وجوده برضه معانا في افتتاح اكاديميه كره القدم في نادي اسوان، وكان معانا هو الكابتن الكبير ربيع ياسين. وبعد كده ان شاء الله خضع للكشف الطبي النهارده، وبكره ان شاء الله باذن الله منتظرين نتائج الكشف الطبي، فبمجرد ما هنطمن على طول ان شاء الله باذن الله انه هو صالح من الناحيه الطبيه، هتبدا ان شاء الله باذن الله نتكلم في الفلوس وهو عايز ايه واحنا عايزين ايه ومده التعاقد كام يعني. يعني ممكن الامور الماديه ما تختلفوا فيها، وبالتالي كل الشكل لا اللي احنا شفناه ان شاء الله باذن الله الوعد من الكابتن هيثم لانه هو صديقه غالبا وهو اللي كان معاه ويعرفه كويس، مش هنختلف باذن الله ان شاء الله. تمام. طيب يعني بالنسبه بقى، هل ممكن نلاقي صفقات زي ايفونا كده من حيث القوه في نادي اسوان؟ احنا فعلا متفقين. خلاص اعتقد انتوا معاكم فلوس دلوقتي يا سياده المستشار. نعم انتوا معاكم فلوس دلوقتي. والله ان شاء الله انا برضه من خلال برنامج حضرتك المميز بشكر معالي السيد اللواء اشرف عطيه، انا كنت عنده النهارده محافظ اسوان، والراجل داعم للفريق بكل قوه، ووزاره الشباب والرياضه وكل الناس المهتمه بالرياضه، بس برضه من خلال برنامج حضرتك بقول انا عايز تكافؤ فرص في الدوري الممتاز، لان انا النهارده كل الفرق هتجيني مره واحده اسوان، وانا هطلع 17 مره اسافر 17 مره لكل الفرق. لكن في اي فريق في الدوري الممتاز هيجي اسوان مره واحده، فانا عايز الدعم اللي يتم من الجهات المعنيه والجهات المعنيه بالدعم ان هي يعني ده يكون في اعتبارها ليس الا يعني. احنا نتمنى التوفيق لنادي اسوان ان شاء الله السنه الجايه، يعني وجود كابتن ربيع ياسين ده مكسب كبير جدا، وايضا هيثم عرابي برضو مكسب كبير اداريا كمان بشكل كبير تسويقيا بالنسبه لنادي اسوان. نتمنى لكم التوفيق سياده المستشار ان شاء الله. شاكرين لحضرتك وبرضو بكرر شكر لحضرتك وكل اللي معاك، وكل سنه وحضرتك طيبه. الله يخليك المستشار شافعي صادق رئيس نادي اسوان، يعني كان متواجد معانا، وتوضيح ما نشر النهارده عن صفقه ايفونا انها خلاص تمت، لكن حتى الان لم تتم، منتظرين فقط الكشف الطبي ووجوده كلائق طبيا، ان هم يتفاوضوا بقى معاه ماديا مع ايفونا. ولا طبعا زي ما قلت